السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي. اليوم إن شاء الله سوف نجيز تمارين الصفحة رقم 57. إذا تابعوا معي. ضع علامة تحت الأعداد الكسرية الأكبر من الواحد. 11 على 10 هذا بسطه أكبر من مقامه، إذا سوف يكون العدد أكبر من واحد. إذا كان البسط أكبر من المقام فإن العدد سوف يكون أكبر من واحد. مثلا عندنا 9 على 5، إذا قسمنا 9 على 5 سوف يكون العدد أكبر من واحد، يعني الخارج أكبر من واحد. علاش؟ لأن عندنا 9 أكبر من 5 وتسعود في البسط، يعني هي اللي غنقسمو على 5، دونك غيكون العدد هنا أكبر من واحد. لكن لكان عندنا العكس، كانت عندنا 5 على 9 كيف يكون الخارج؟ سوف يكون الخارج 0.شي حاجة. إذا هذا العدد هذا أصغر من واحد وهذا العدد أكبر من واحد. إذا كان البسط أكبر من المقام فسوف يكون الخارج أكبر من واحد، لكن إذا كان البسط أصغر من المقام فإن الخارج سوف يكون أصغر من واحد. 11 على 10 العدد يكون أكبر من واحد، إذا سوف نضع فيه علامة. 6 على 10 العدد سوف يكون أصغر من واحد لأن البسط أصغر من المقام، لا نضع فيه العلامة. 8 على 9 سوف يكون العدد أصغر من واحد، إذا لا نضع فيه العلامة. 9 على 9 سوف يكون العدد هو واحد لأن 9 على 9 تساوي واحد، إذا تساوي لا نضع فيه علامة. 7 على 6 كيف يكون هذا الكسر؟ يكون خارجه أكبر من واحد، إذا سوف نضع فيه العلامة. لماذا أكبر من واحد؟ كما قلنا بأن بسطه أكبر من مقامه. 3 على 5 البسط أصغر من المقام، إذا لا نضع فيه العلامة لأنه أصغر من واحد. سؤال رقم 2، فكك الأعداد الكسرية التالية إلى مجموع عدد صحيح وعدد كسري أصغر من واحد. إذا سوف نفكك هذه الأرقام، خذ ورقة. إذن عندنا 35، عندنا 35 على 4 كم تساوي؟ 35 على 4 سوف نضع في هذا البسط عدد من مضاعفات العدد 4، نأخذ مثلا 32 وتكون أصغر من 35 طبيعة الحال. على 4 تساوي 32 ناقص 35 تساوي 3، 3 على 4 تساوي 32 على 4 كم تساوي؟ 8 زائد 3 على 4، نكتبها هنا. قلنا هنا 32 على 4 زائد 3 على 4 كم تساوي؟ 32 على 4 هي 8 زائد 3 على 4. عندنا 23 على 10، إذن عدد من مضاعفات العدد 10 سوف يكون مثلا 20، ضروري يكون أصغر من هذا العدد لأنه سوف نطرحه منه. 20 على 10، إذن 20 ناقص 10 ناقص 23 هي 3 على 10 كم تساوي؟ 20 على 10 كم تساوي؟ 2 زائد 3 على 10 و 20 على 7، إذا نأخذ عدد من مضاعفات العدد 7 ونضعه في البسط، إذا نأخذ 14
وأصغر كذلك من 20 على 7 زائد 14 ناقص 20 هي 6 على 7 كم تساوي؟ 14 على 7 هي 2 زائد 6 على 7 نمر إلى حالات أخرى. 37 على 5 إذا نأخذ عدد من مضاعفات العدد 5 ونضعه ويكون أصغر من 37 إذا 30 لأن 30 في 5 لأن 5 في 6 30 إذا من مضاعفات العدد 30 من مضاعفات العدد 5 عفوا على 5 30 ناقص 7 كم تساوي؟ 30 ناقص 7 تساوي ناقص 37 تساوي 7 7 على 5 تساوي 30 على 5 هي 7 أو نأخذ 35 حتى يعني يأتي الحساب مضبوط. 35 على 5 إذا 35 نقصها من 37 تبقى 2 تبقى 2 على 5 2 على 5 على 5 تساوي 35 على 5 هي 7 زائد 2 على 5 لدينا 13 على 6 إذا قلنا لدينا 13 على 6 إذا نأخذ عدد من مضاعفات العدد 6 هي 12 12 على 6 زائد 12 ناقص 13 هي 1 1 على 6 يساوي هنا 12 على 6 هي 2 زائد 1 على 6 15 على 9 أخذ عدد من مضاعفات العدد 9 إذا 9 9 في 1 9 على 9 9 ناقص 15 هي 6 6 على 9 كتساوي 9 على 9 هي 1 زائد 6 على 9 نمر ضع علامة تحت الأعداد الكسرية المحصورة بين 3 و4 إذا نشوفوا الأعداد الكسرية واش محصورين بين 3 و4 اللي محصور بين 3 و4 غنضعوا فيه علامة عندنا 3 زائد 7 على 5 3 زائد 7 على 10 عفوا إذا 3 زائد 7 على 10 سوف تكون 3 فاصلة شيئا ما يعني محصور بين 3 و4 إذا هذا سوف نضع فيه علامة عندنا 3 زائد 11 على 10 11 على 10 سوف يكون العدد أكبر من 1 كما شفنا في التمرين الأول يعني البسط أكبر من المقام يعني العدد سوف يكون أكبر من 1 إذا سوف تكون 4 فاصلة يعني شيء أما إذا سوف يكون العدد أكبر من 4 إذا لا نضع فيه العلامة 41 على 10 سوف نفككها 41 على 10 كم تساوي نأخذ عدد من مضاعفات العدد 10 سوف تكون لدينا مثلا 40 يكون أصغر من 40 من 41 يكون لدينا 40 إذا 40 ناقص 41 هي 1 على 10 كم تساوي 40 على 10 هي 4 زائد 1 على 10 إذا هذا العدد يساوي 4 زائد 1 على 10 يعني أكبر من 4 أكبر من 4 بالتالي لا نضع فيه العلامة لأنه كبير 4 زائد 3 على 10 ده باين
أربعة زائد ثلاثة على عشرة يعني أكبر من أربعة لا نضع فيه العلامة. 38 على عشرة نفككها، 38 على عشرة كم تساوي؟ إذا نأخذ عدد من مضاعفات العدد عشرة ويكون أصغر من 38، نأخذ 30 فيبقى العدد مضبوط، فيبقى عدد صغير. إذا 30 على عشرة زائد 30 ناقص 38 تبقى 8. 8 على عشرة تساوي 30 على عشرة هي 3 زائد 8 على عشرة. إذا هذا العدد يكون محصور بين 4 و 3. لماذا؟ لأن 3 زائد 8 على عشرة يعني 3 زائد هذا زائد عدد أصغر من واحد، لأن مقامه بسطه أصغر من مقامه. إذا سوف نضع فيه العلامة. مفهوم؟ نأخذ 29 على عشرة، إذا نفككها 29 على عشرة. نأخذ عدد من مضاعفات العدد عشرة ونكتبه في البسط. مثلا نأخذ 20 فيبقى العدد صغير، 20 على عشرة زائد 20 ناقص 29 هي 9 على عشرة تساوي 20 على عشرة هي 2 زائد 9 على عشرة. إذا هذا العدد أصغر من 3 لأنه يساوي 2 زائد 9 على 10، إذا هو أصغر من 3. إذا لا نضع فيه العلامة لأننا عندنا في السؤال أعداد محصورة بين 3 و 4. 340 على 10 سهلة، نحيد لها الأصفار. 340 على 10 نحيد الأصفار تبقى 34 على 10. 34 على 1 تساوي 34. إذا هذا العدد لا نضع في العلامة لأنه كبير أكبر من 3 و 4. 2 زائد 15 على 10 هذا سوف نفككها. 2 زائد 15 على 10 تساوي 2 زائد 15 اللي هي 10 على 10 زائد 5 على 10 تساوي 2 زائد 10 على 10 هي 1 زائد 5 على 10 تساوي 2 زائد 1 هي 3 زائد 5 على 10. إذا هذا العدد سوف نضع فيه العلامة. لماذا؟ لأنه سوف يكون محصور بين 3 و 4، هو محصور بين 3 و 4 إذا سوف نضع فيه العلامة. عندنا 4 ناقص 1 على 10، إذا 4 ننقص منها 1 على 10، إذا سوف تبقى 3 فاصلة فاصلة شيئا ما، إذا سوف نضع فيه العلامة. لاحظ الرسم ثم حدد مربعا ومستطيلا، تحقق من ذلك بواسطة أدواتك الهندسية. إذا نشوف هذا الشكل، إذا عندنا فيه مستطيل جي اش جي اي. إذا نكتب المستطيل، المستطيل هو مستطيل فقط جي اش قلنا جي اي جي اش جي اي جي اش جي اي. مربع عندنا جوج ديال المربعات في الشكل، عندنا ا بي سي او وعندنا او اف او دي. درنا اختار واحدا فقط المربع ا بي سي او فقط ا بي سي او. واضح؟ إذا وبهذا سوف نكون قد انتهينا من هذه الصفحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.